لو هي ناويه ان هي تخلع وده يبقى قرارها. هو اللي انا عايزه اقوله احد الحلول يعني خطوه نمره واحد انها لازم تتكلم الاول مع زقيتك انا في الحته اللي انا عايزاها. لازم خطوه نمره واحد خلاص الاول تقعد تتكلم مع ابوها او اخوها او الاثنين في حضور مامتها او حد من العيله بتاعتها اي حد ان شاء الله جار ان شاء الله اي حد من فضلكم انا عايزه اشتغل وانا مش هطلب من حد جنيه ساعدوني ان انا اقنع جوزي ان انا اشتغل. لو نجحت في الخطوه دي يبقى قطعنا شوط كبير قوي. لو ما نجحتش هنروح بقى نقنع الطرف الاخر. لو ما نجحتش انها ما هو برضو خلينا نقول انا عارفه انت مش عايزه تقوليها بس انا هختم معاكي بسؤال واحد بس قولي لي او لا. اتفضل. انا هساله عايم شويه. هل احيانا بيبقى الطلاق هو الحل؟ هي حالتها الطلاق في الوقت الحالي انا مش هتكلم عن حاله معينه. هل احيانا بيبقى الطلاق هو الحل؟ الطلاق بيكون احيانا هو الحل الوحيد حين تستحيل العشره. نورتيني يا ماما. وحين يكون الاذى المترتب على الاطفال اكبر في الانفصال في الاستمرار قصدي الاذى اللي هيترتب في نفسيه الاطفال مع الاستمرار اكبر من الاذى اللي هيترتب على الاطفال لو احنا استمرينا مع بعض. نورتيني يا مولي. ده نور قلبك. نورتيني. ده نور قلبك. وطبعا قبل بس ثانيه واحده هي لازم تتصل بيا لانه اكيد هسألها حاجات. Thank you. ممكن أساعدها. شكرا. في حاجات ممكن أخش طرف يقنعهم بالشغل. مش تخسروا حاجة سواء كان جوزها أو كده. والخطوة دي لو هي خدتها ونجحنا فيها بعدها هنقول لها الطلاق. وأنا عارفاكي يا مرحب بوجع القلب بس يجي من ورا ثواب. نورتيني.